خطتنا كثير مهمة نيرمين وجميلة. حكينا سابقا عن السياحة الثقافية وسجل سوريا الحافل بالمعالم الأثرية المهمة الثقافية، ولكل مرحلة تاريخية كان لها توثيق سياحي وتراثي فينا نقول وثقافي. اليوم رح نحكي عن أشخاص كان لهم أثر كثير كبير بازدهار الحضارة السورية. كل هالمعلومات رح نحكي عنها أكثر مع الدليل السياحي والباحث الأستاذ عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لكم ولسوريا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني استاذ دائما موجود معنا بصباحاتنا لحتى هيك نروح بجوله سياحيه وتاريخيه حضاريه بسوريا. خلينا نحكي اليوم بشكل عام عن المراحل التاريخيه القديمه وابرز الرسائل اللي صدرتها سوريا. هلا نحن مثل ما قلتي حكينا سابقا وحنعيد ونزيد. سوريا خلقت فيها الحضارة، الحرف طلع من سوريا من أكثر من 10,000 سنة، والأبجدية طلعت من سوريا، وأول ملعب رياضي وأول نوتة موسيقية وأول مدرسة هالكلياته. بس نحن اللي ما بنعرفه أنه سوريا عدة مرات سيطرت على العالم أو حكمت العالم. هنحكي مين الأشخاص والأباطرة اللي قدروا من سوريا، طلعوا من سوريا وحكموا العالم. أول شيء بحكي عن إبلة، دائما بحكي عنها بس هي دائما حديث إبلة ما بينتهى. إبلة عمرها 5,000 سنة، مدينة محاطة بأسوار اللي وجدنا فيها أهم أرشيف 17,000 رقيم، اللي كان فيها أول مدرسة وأول برلمان، عقد فيها أول مؤتمر. بس اللي ما حكينا عن إبلة إنه إبلة من 5,000 سنة سيطرت على طرق التجارة العالمية بالكامل. من خلال سيطرتها على طرق التجارة العالمية سيطرت على العالم. اللي بيسيطر على التجارة بيسيطر على العالم. يعني سوريا بهداك وإبلة كانت الاقتصاد رقم واحد، متبقى تقوله الاقتصاد رقم واحد وبيسيطر على العالم. إبلة كانت اقتصاد رقم واحد، هي مدينة تجارية وصناعية. إذا منقرب كمان شوي للعهد الفينيقي بالألف الثاني قبل الميلاد، طلع الفينيقي السوري وسيطر على حوض المتوسط بالكامل. الفينيقي سيطر على حوض المتوسط. هلا نحن كان بهداك الفترة السوري كان عنده فرط قوة، بس فرط القوة ما استخدمها بالإرهاب والتدمير، استخدمها نقل رسائل حضارية. هلا الفينيقي حمل للعالم أول أبجدية والموسيقى، شجرة الزيتون طلعت من فينيقي، طلعت من إبلة بعدين من الساحل السوري. الفينيقي حملها للعالم وسيطر حوض المتوسط بالكامل، كان فينيقي بالألف الثاني قبل الميلاد. يعني أوغريت وعمريت وصور وصيدا وحتى قرطاج بتونس، بريتن، بريتن هو اسم فينيقي، حوض متوسط. خلينا نحكي استاذ عفوا عن الرموز اللي موجوده بالصوره اللي حامله. الرموز موجوده حوض المتوسط، وكيف نحن الفينيقي صنع السفن. بعدين صناعه السفن كانت هي مهمه الفينيقي، جاف فيها العالم. حتى في كتاب لسيده المانيه، كاتبه المانيه، بتقول سوري كولومبوس، سوري كولومبوس، نحن وصلنا لجنوب امريكا لانه اكتشفوا رقيمات فينيقيه بجنوب امريكا. صحيح. يعني وصلنا له. بقى هي هون بتمثل بعض الرموز الفينيقيه وكيف وصلنا وسيطرنا على حوض المتوسط بالكامل. بنرجع على مراحل ثانيه حتى بالعهد الروماني. العهد الروماني بلش من القرن الاول قبل الميلاد للقرن الرابع بعد الميلاد. نحن كنا كثير فاعلين، أكثر ما كنا منفعلين بالعهد الروماني. عدة أباطرة، هي صور لعدة أباطرة سوريين حكموا روما. هلا بتفوتوا على متحف دمشق الوطني بتشوفوا كثير في آثار بتعود للقرن الثالث ميلادي. ليش للقرن الثالث ميلادي؟ لأنه القرن الثالث ميلادي روما كانت محكومة من قبل أباطرة سوريين، جوليا دومنا وعائلتها وأختها يلي ابنها اللي كان الكسندر وكاراكلا ابن جوليا دومنا، تقريبا 40 سنة حكموا. مو بس هنين، كمان فيليب العربي اللي اجا من الجنوب حكم كمان روما من 244 ل 249. ما بيكفي هيك، كان في شيء اكثر من هيك بكثير. يلي بيزور روما حاليا بيلاقي اثار كثير كبيره وحلوه. هي الاثار اللي بيشوفوها بروما مثل القوس، مثل المسرح، مثل الاسواق، مثل العمود تروجان. تروجان هدول تصميم وتنفيذ المهندس الدمشقي أبولودور الدمشقي. ها
هاي معالم اللي بتشوفوها هون بالصورة، هاي بناها صممها وبناها مهندس معماري دمشقي يلي بداية القرن الثاني الميلادي. يعني شوفوا الإعجاز، نحن لازم نعتز بنفسنا كثير. بننتقل لمراحل ثانية. العهد المسيحي، على فكرة المسيحية انطلقت من دمشق. وقت بولس طلع برحلته عدة رحلات، عرف على المسيح وعلى ديانة المحبة من خلال جولته اللي طلعت من كنيسة حنانيا. بعدين ست باباوات يلي حكموا الفاتيكان هن سوريين، هدول صورهم. إذا انتقلنا لمراحل كمان متقدمة. بالقرن السابع والثامن الميلادي دمشق كانت عاصمة للعالم من الصين لإسبانيا. حتى السياح اللي بيطلعوا معي بيقولوا كنا بإسبانيا، الدليل الإسباني فرجاهم آثار معمارية بيقولون هذا فن معماري دمشقي، خاصة الأبلق، استخدام الحجر الأبيض والأسود بيقولوا له هذا فن معماري. وقت بيجوا لهون بيقولوا له فرجينا مثل ما اللي شفناه بإسبانيا كمان موجود. طبعا هي كانت عصر ذهبي جدا بالعلوم وبالثقافات. يعني نحن طلعنا برسائل حضارية، ما طلعنا وقت كان عندنا فرط قوة ما استخدمناها للتدمير، بالعكس بالتدمير أو بالإرهاب والتدمير ما بيستخدموها. هلأ هدول اللي عندهم فرط قوة بيستخدموه بالتدمير والقتل والإرهاب ودعمها. نحن بالعكس، نحن كنا نقلنا رسائل حضارية وإنسانية وروحية دينية، لأن الإسلام والمسيحية طلعوا كمان من دمشق. يعني دمشق بالنسبة للتلاميذ السيد المسيح كانت مقصد ومنطلق، مو بس بولس، توما كمان انطلق من دمشق، هو تلميذ المسيح ونشر المسيحية بالشرق، حتى في له كنيسة بالهند هلأ وقبره موجود بالهند. هي نحن بعرض بانورامي لكيف نحن حكمنا العالم. لذلك نحن ما عندنا عقدة نقص، هو بيأتودوا بالقوة اللي عندهم عقدة نقص، نحن ما عندنا عقدة نقص، نحن متجذرين وحكمنا العالم. طيب أستاذ عبد الرزاق، خلينا نحكي عن أهم المحطات التاريخية في تاريخ سوريا. قلت جملة كان ببداية حديثك أنه نحن كنا وما زلنا، يعني فينا نقول مهد الحضارة، الحضارة طلعت من عنا. خلينا نحكي عن أهم المحطات التاريخية وازدهارها الثقافي في سوريا. تمام. هلأ في دائما أنا بقول سوريا هي مملكة تبع الكتابات. هلأ قبل الأبجدية بكتير، أكثر من 10,000 سنة هي كتابات هون موجودة من عدة مراحل بسوريا. أقدم إشارات للكتابة تجاوزت 10,000 سنة اللي كان يستخدموا فيها أشكال الطيور والنباتات والحيوانات كرموز كتابية على بالكهف أو يستخدموها على أحجار. بعدين الكتابة تطورت بالألف الرابع والثالث والثاني قبل الميلاد، صار في يستخدموا المسمارية. المسمارية هي عبارة عن تقريبا 2000 رمز. كانت صعب على البشر إنه كيف يستخدموا المسمارية، إنه يتعلم المسمارية. كمان الإنسان الفينيقي شو سوا؟ بدل 2000 رمز اختار 30 رمز فقط، ومنه اشتقت كل أبجديات العالم. يعني أبجديات الكون كلها طلعت من الأبجدية الفينيقية يلي اخترع الفينيقي بال1400 قبل الميلاد. نحن كمان في محطات كتير من أولى محطات، محطة كتير اللي بركز عليها في تجاهل إلى بسوريا وبرات سوريا. اللي هي شو؟ أول ملعب بالعالم. هلا قلت لكم الفينيقي سيطر على حوض المتوسط بالكامل، وقت نقل الزيتون ونقل الكتابات ونقل الموسيقى، نقل الألعاب الرياضية المنظمة. نحن أقدم ملعب بالعالم 1600 قبل الميلاد. الملعب اللي باليونان هو 800 قبل الميلاد، نحن أقدم منه. حتى علماء الآثار اليونانيين بيقولوا الألعاب الرياضية المنظمة طلعت من سوريا، بس نحن بسوريا لسه مو معترفين. هذا الملعب موجود جنوب طرطوس. أنا سبق أني ذكرته عنكم بس حعيد للسياح، السياحة الداخلية. وقت تروح على طرطوس بالسيارة 3 دقائق جنوب طرطوس، 7 كيلومتر، 3 دقائق بتصيروا بأقدم ملعب بالعالم اللي طوله
230 متر، عرضه 30 متر، بيسع 11000 متفرج. يعني 3600 سنة من هلا، 1600 قبل ميلاد، كان في ملعب بيسع 11000، هذا من أضخم الملاعب حاليا. هلا وقت نقول ملعب 11000 متفرج، هذا يعتبر ضخم. لذلك أنا بتمنى كل واحد بيزوره، ويزوروا كمان في متحف للآثار الفينيقية بطرطوس. كمان هذا متحف مهم جدا، متحف صغير بس بيعبر عن الآثار. محطاتنا كتير، نحن وقت لك إنه نحن حكمنا العالم، حكمنا العالم بالرسائل. أطباء، أطباء اللي طلعوا من سوريا مثل ابن النفيس الدمشقي، ابن النفيس الدمشقي كتبه ظلت عم تدرس لقرن 17 بأوروبا. هو مخترع الدورة الدموية الصغرى وعنده كتب عن الطب. هلأ في أحد الضيوف عنكم هي صيدلانية، أقدم كتب للطب هي كانت لابن النفيس الدمشقي. كمان طالع عم نحكي عن الطب، بحكي عن إبلة، أول مؤتمر طبي، أول مؤتمر طبي من 5000 سنة عقد بإبلة. يعني هذا أعجاز، ومؤتمر طبي عالمي مو سوري فقط. بوثائق إبلة اكتشفنا كمان علاجات طبية بالأعشاب. يعني أنا بكرر بحكي عن إبلة كتير. حضرتك بتحبها دائما تذكر لي. يعني إبلة، إبلة ماي لاف، هيدا السياح هيك بيقولوا لي من كتر ما بحكي عليها. إيه طبعا إبلة، لأنه كمان اللغة العربية اجت من إبلة ما اجت من الجزيرة. يعني هاي الكذبة كبيرة تبع الهجرات اللي اجت من الجزيرة، هي كذبة كبيرة انبنى عليها دراسات أكثر من 150 سنة، هي كذبة. الحضارة طلعت من سوريا وخلقت بسوريا، واللغة العربية والثقافة العربية، لأنه 1200 كلمة وجملة اكتشفناها بأرشيف إبلة بنستخدمهم بالعربي هلا. نعم. لتاريخ اليوم. يعني هي كمان قصة، محطة يعني مهمة جدا إبلة. وإبلة بدي ركز وعيد، لأنه في علماء آثار سياسيين، إنه مو علماء آثار، شوهوا شوي حكوا عن إبلة سورية بحتة وبوسط سوريا، وكذبت كل الادعاءات اللي كانت تنقال عن تاريخ سوريا اللي كتبت من 150 سنة أو شرق المتوسط. فإذا إبلة خرجت منا أهم الحضارات. نحن في عنا مهم مدن كتير مهمة، هلا حلب وإبلة وحما، مشرفة شرق حمص ودمشق، هدول خمس مدن، هدول مهمين جدا. من 5000 سنة كانوا حاطين بأسوار لهم بوابات، وفي نظام حكم ونظام حكم سياسي. وفي شغلة كتير 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 مهمة خاصة بإبلة، المرأة كانت قيمة عليا. بكل حضاراتنا كانت المرأة قيمة عليا، مع هذا العهد العثماني القذر حط من قيمة المرأة. نحن حضارتنا تطورت خاصة بالحضارة السورية القديمة، الألف الثاني والثالث قبل ميلاد، كانت المرأة قيمة عليا، لأنه المرأة هي أهم مدرسة كانت. أستاذة يعني ذكرت بالرحلة التاريخية اللي أخذنا فيها حضارات كتير، دائما بنقول أول أبجدية، الزراعة، الحرف، النوطة الموسيقية طلعت من سوريا. خليني أسألك، آخر حضارة مرت على سوريا هي شو؟ آخر حضارة زمنية، آخر حضارة. الحضارة ما وقفت بسوريا. نحن المدن اللي ذكرتها هلا، يعني خاصة حلب وحما ودمشق، هدول أقدم مدن اللي ما توقفت من الحضارة. نحن تراكم حضاري، ما توقفت الحضارة. يعني هي ميزة كمان. هلأ دمشق وحلب بنقول هدول مدن أقدم مدن بالعالم، ما زالت الحياة مأهولة فيهم من آخر 5000 سنة، ما توقفت فيهم الحضارة. نحن مستمرين رغم الاعتداءات كمان. يعني في شغلة كتير بحطات تاريخية بسوريا هي تعرضنا مطموع فيها سوريا، موقع الاستراتيجي، بسبب موقع الاستراتيجي وحضارتها صار في غيره. الجهلة خاصة مثل المغول والأسماني طمعوا فيها واجوا دمروها وارتكبوا مذابح. هلا المغول عدة اعتداءات، اخر اعتداء 1400 دمروا دمشق وحلب وقطعوا روس اهل دمشق وساووا منهم برج من برج الروس، اذا بتسمعوا فيه برج الروس. بعد منا اهل دمشق واجا امراض واجا جراد واجا طاعون يعني وزلزال، بس خلال 10 سنين رجعوا عمروها ورجعوا بنوها. كمان بدي احكي على اهم الحضارات انه شلون تستمر. في زلزال تقريبا مضى عليه هلا 200 سنة بالضبط، زلزال 1822، زلزال بحلب. يعني قدروا العلماء ما كان في مقاييس، تقريبا أكثر من 8 على مقياس الختير، دمر حلب 80% من حلب. 1822 بآب، يعني تقريبا 200 سنة.
رجعوا عمروا أهل حلب، رجعوا عمروها خلال 10 سنين وما كان في مكانات حديثة بذاك الوقت. يعني التدمير اللي صار بذاك الوقت أكثر من التدمير هذا. في كتير اعتدوا العثماني، عثماني يعني نحن ما بنحكي عن كتير من مدحه. يوم اللي دخل عثماني، يوم اللي دخل أول يوم دخل فيه عمل مذبحة بحلب ومذبحة بدمشق. صحيح. واستمر مذابحه وشرب. كان بدمشق واحدة، بدمشق وقت دخل عثماني 1516 كان في 500 مدرسة، بعد 400 سنة كان في فقط 10 مدارس. عدوه رقم واحد هو العلم والتعليم والحرفين، عنده خيار متعلم يا يعني يطلع لعندهم اسطنبول يا يعني ينقتل. يعني انا بركز وخاصه بدي عيد هلا، لم يعرف العالم غازيا اقذر من العثماني. ولم يعرف العالم فاتحا ارقى من السوري والعربي. لانه نحن ما كنا نطلع ندمر. حتى في بواتيه بفرنسا بيحتفلوا هلا انه هدول اللي ذبحنا نحن بالعرب كانوا جايبين حضاره. تصوري بمدينتي يعني هلا كثير اجزاء من الحضاره الاوروبيه هي حضاره سوريه، لانه قلت لك دمشق بالقرن السابع والثامن الميلادي حكمت من العالم من اسبانيا للصين، هذا العالم كله تقريبا. الحضاره ما وقفت، حراره مستمره، نحن ما بنوقف. وهلا عم نشهد الاعتداءات هي والوقت الصعب هذا، بقول لهم تعلموا من التاريخ. نحن واجهنا كثير اعتداءات وأعرف من هلا وأقصى من هلا. وأكيد كان هدفه أساسا هو تدمير وضرب الحضارة السورية والثقافة السورية. قديه مهم اليوم لما نحكي عن السياحة الثقافية للحكي عن كل هاي التفاصيل اللي عم نحكيها عن حضارات سوريا، تراكم الحضارة، استمرار الحضارة، عن الثقافة السورية. قديه مهم اليوم السياحة الثقافية ومو فقط الداخلية، نحن عم نحكي عن الخارجية للتعريف طبعًا. لكل الناس هلا بحضارة هي سوريا. رجالات السياحة من سنة 70 لهلأ قدروا يحطوا سوريا على خارطة السياحة الثقافية يلي هي أرقى أنواع السياحات. صحيح. يلي هي بتزور المواقع والمتاحف ودار الأوبرا، حتى المطبخ السوري هو منتج تراثي حضاري، حتى يعني المطبخ السوري لازم ينحط كمان على لائحة التراث العالمي. هاي السياحة الثقافية كتير 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 كانت مهمة وفادتنا قبل الأحداث. كانت احد عوامل الدخل القومي هي كانت السياحة الثقافية. وهلا رجع رغم انه عندي ملاحظات هلا على طريقة السياحة الثقافية، والبعض اللي عم يشتغل بالسياحة الثقافية ما عم يعرف شو هي السياحة الثقافية. شو ملاحظاتك استاذ كونه عم تحكي وعم نحكي نحن؟ في تجاوزات، في خدمات، ما الحرب مو مبرر، في خدمات عم تنقص، عم ينزلوا السعر على حساب الخدمات. يعني سوية اللي عاملين يعني وقت بينزل السعر تبع التور الجولة بنزل الخدمات، هذا مو شي صح. هلا في حالتين، في حالة اسمها الدليل الصامت أنا حكيت فيها وعم اتحمل كتير ضغوطات لأني عم أذكره، ولا أذكره. الدليل سوري صامت، عم يجي الدليل الأجنبي هو يشرح، وعم يشرح بطريقة سلبية جدا. وما رح يقدر يحكي بنفس النفس وبنفس الانتماء. هلا السائح الأجنبي بيجي بده رأي الدليل المحلي السوري، الفكرة اللي عم ياخدها من الدليل الأجنبي بيعرفها هنيك. صحيح. عم يجي بده يعرف شو صار حتى على الأحداث هاي. عم يطلع دليل صامت، رجعت هلا للأسف رجعت، وهي يعني بتدمر السياحة الثقافية. وفي شغلة أنا قلت أب سابقا، إنه نحن اثنين يلي بيقابلهم السائح بشكل مستمر، الدليل والسائق. في بعض السائقين كمان عم يطلبوا تجاوزات كتير كبيرة، يعني عم تنزع الجولة وحتى عم يتباهى بيقول لك أنا فشلت الجولة. أنا بقول له أنت فشلت نفسك وفشلت الدليل وفشلت المكتب وفشلت سوريا وخسرت سوريا كتير. لذلك بده ضوابط. هلا كنا بزمانه نحن اول ما اشتغل دليل سياحي سواء دليل والشوفير يقولوا له اول غلطه هي اخر غلطه، هلا اغلاط لتشبع. لذلك بده ضوابط. وهلا في عدد هائل من العالم عم يتمنوا يجوا لسوريا يقضوا نهايه حياتهم بسوريا، لانه سوريا صار يعترفوا فيها علماء، خاصه علماء الاثار بيعترفوا انه هي خلقت فيها الحضارة. بده يجوا لمهد الحضارة، بده يجوا لكل شيء فيه خلق بالشيء، بده يجوا لأصولهم، هن أصولهم هون وحضارتهم هون وثقافتهم هون ولغتهم طلعت من هون.
لذلك بدها ضوابط. ومعلش انه المنظمين الرحلات ينتبهوا لهالشيء، لانه نحن اذا كسبنا هلا شيء على السريع بعد فتره بنخسر شغله مهمه، انه الحكومه السوريه ورجالات السياحه 50 سنه تعبوا لحط سوريا على خارطة السياحة العالمية، ما بدنا نخسرها بسبب تجاوزات بسيطة، رغم انه في ادلاء جيدين وفي مكاتب جيدين وفي سائقين جيدين، بس نسبة اللي سيئين عم تزداد هلا. نعم استاذ، هيك خلينا يعني قبل ما نختم مع حضرتك هيك نقدم مثل ما بنقول نصيحة اليوم. نحن هيك على ابواب صيف ونتيجة الحرب يلي عشناها شوي في اطفال وعيوا ما كثير بيعرفوا حضارة بلادهم، ما بيعرفوا أهمية هذا الشيء اللي نحن عم نحكي حاليا. وين برأيك اليوم، خلينا نحكي عن سياحة داخلية، المواطن السوري وين ممكن يتجه اليوم اكثر لحتى يتعرف؟ لسه في اماكن كثير حلوه، تدمر كثير حلوه لساتها، وحلب كثير حلوه خاصه قلعه حلب، الاسواق بحلب عم ترجع تتعمر وصار في جزء منيح عم ينزار. بقلعه الحصن، الساحل السوري، عمريت اقدم ملعب بعمريت، مو بس في ملعب، في معبد حلو وفي مقابر برجيه، لادقيه، اوغاريت، روحوا لعند اوغاريت يلي اوغاريت سيطرت على حوض المتوسط. عرفوا اطفالكم انه نحن حكمنا العالم، الفينيقي السوري بالالف الثاني حكم العالم من خلال مدينه اوغاريت يلي قدمت كثير للحضاره السوريه. يمكن ياخذوها قطاعات مثل ما حكيت حضرتك، يعني اماكن محافظه لحتى يقدروا يستكشفوا. هلا مثل ما قلت، هلا عم يطلعوا ترفيه يسبحوا كذا، ما في مانع الصبح يروحوا مثلا يكونوا باللاذقيه يروحوا على اوغاريت يعرفون جذورهم. بعدين في شغله خاصة الجيل الجديد وقت يعرف حضارة سوريا المشرفة والحقيقية، صحيح، بيزداد انتمائه، بتنزاد ثقته بالنفس، بيخف يلي هلا عم يصير عقدة النقص. وسائل التكاذب الاجتماعي عم تنشر شيء عم تقول السوري عنده عقدة نقص. لا اكيد هذا نحن عندنا فرط، عنا فرط بالثقة بالنفس لازم يكون من خلال تعريف الجيل الجديد على حضارة سوريا، على إبلة وأوغاريت. ويمكن نحن عرفنا كثير من التفاصيل من خلال أجدادنا، كانوا يحكونا كثير حكاية عن تاريخ وجمال تاريخ سوريا. وقتنا خلص، بس قد ما حكينا عن الحضارة والتاريخ السوري يمكن ما بنخلص. نتشكرك أستاذ عبد الرزاق الحمصي الدليل السياحي على وجودك معنا، شكرا كثير. ثواني، سوريا باقية منتصرة أكيد إن شاء الله. وأنا سبق أني قلت هون جملة بحب أولى، وكثير ناس بيقولوا لي الموت عم يركع لقاسون، الموت ما بيخوفنا، نحن سوريا باقيه.